استدعت ميانمار المتدربين العسكريين الذين تم إرسالهم إلى بريطانيا بعد أن علقت لندن برنامجها التدريبي لجنود ميانمار في أعقاب موجة العنف الجماعية ضد مسلمي روهينجا. وركز البرنامج التدريبي البريطاني لجنود ميانمار الذي بدأ في عام 2015 على التدريب وحقوق الإنسان والقانون الدولي، لكن رئيسة الوزراء تريزا ماي أعلنت أنه سيتوقف إلى حين التوصل إلى حل مقبول لأزمة الروهينجا.